مشاهدي شوف تي في الإلكترونية، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري، ونستهله بأخبار حوادث السير في بلادنا، حيث أصيب 6 أشخاص بجروح من بينهم 4 سياح في حادثة سير وقعت مساء يوم الجمعة في جماعة سميمو التابعة لعمالة إقليم الصويرة. الحادثة وقعت عندما اصطدمت حافلة صغيرة تقل على متنها 18 سائحا بسيارة خفيفة. الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله لتلقي العلاجات الضرورية. الضحايا بلجيكيان وألماني وفرنسي ومغربيان. أعلنت مجلة إسبانية أن برنامج طنجة الكبرى الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس يوم 26 سبتمبر الماضي سيجعل من مدينة بوغاز قطبا اقتصاديا وصناعيا وإقليميا ودوليا، كما سيعطي دفعة متميزة للتطور الذي تعرفه المدينة والجهة الشمالية من المملكة. هذا وأضافت المجلة أن مدينة البوغاز ستتغير تماما في السنوات القادمة، وذلك بفضل هذا المخطط الذي يروم إبراز طنجة على الصعيد الدولي من خلال تطوير البيئة الحضرية وتحسين جودة الحياة والبيئة الاجتماعية، نظرا للموقع الاستراتيجي لعروس الشمال والتي تجذب 35% من حركة الملاحة التجارية. دوليا، أعلنت المحكمة العليا بغينيا مساء أمس الجمعة النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 28 سبتمبر الماضي، والتي أكدت فوز الحزب الحاكم وحلفائه رغم الطعون التي تم تقديمها من طرف أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة. تجمع الشعب الغيني، الحزب الذي يمثله الرئيس ألفا كوندي، جاء في المرتبة الأولى ب 53 نائبا، وأصبح يتمتع بالأغلبية المطلقة بحصوله على 58 مقعدا في المجلس الوطني الذي يضم 114 مقعدا مع حلفائه من الأحزاب أو الأحزاب الأخرى. رياضيا، تمكن 3 أبطال المغاربة من اعتلاء منصة التتويج في بطولة العالم للكاراتيه لفئة الشبان التي أقيمت مؤخرا بمدينة كوالا دخارا الإسبانية، وأحرز المغرب في هذه البطولة 3 ميداليات برونزية بواسطة كل من عبد الله رويحة وعز الدين التاج وأشرف أوشل. وجاءت مشاركة المنتخب الوطني المغربي في هذه التظاهرة الدولية بعد الاستعدادات المكثفة التي قام بها في التجمعات التدريبية بالرباط والمشاركة في ملتقيات دولية بتونس وقطر، حيث فاز بعدة ميداليات أخرى. ونختم بالخبر الفني، حيث تم أمس الجمعة عرض الفيلم الأمريكي المغربي الخونة في الدورة 24 للمهرجان الدولي لستوكهولم بمشاركة 180 فيلما يمثلون 50 دولة من بينها المغرب. ويستعرض هذا الفيلم الذي أخرجه الأمريكي سين جيلت قصة ملكة رئيسة فرقة للروك التي تقبل العمل مع تاجر مخدرات لإنقاذ أسرتها المهددة بالطرد ومساعدة مجموعتها الغنائية. وخلال دخولها هذه المغامرة تتعرف على فتاة ستحاول إنقاذ صديقتها الجديدة من عالم المخدرات. كان هذا موجزا لأهم الأنباء لنهار اليوم من قناتكم الإلكترونية شوف تي في، في أمان الله.